كما أكد مفتي الجمهورية شوقي علام المضي بعزم لا يلين لمحاصرة التطرف والتشدد وتكفيف منابعه الفكرية. وأضاف علام أن رسالة مركز سلام تعد ترسيخا للمبدأين الراسخين لدار الإفتاء وهما المؤسسية والتخصصية. ونحن إن شاء الله سبحانه وتعالى ماضون بعزم لا يلين وبهمة لا تعرف الكلل على درب هذه الكلمة وعلى درب هذا الفكر ومحاصرة التطرف والتشدد من ينابعه الفكرية وجذوره المعرفية. فرسالة مركز سلام تعد تجسيداً للمبدأين الأساسيين الراسخين التي سارت عليهما دار الإفتاء المصرية عبر تاريخها العريق، ألا وهما المؤسسية والتخصصية. فيعمل مركز سلام على تقديم مخرجات علمية مؤسسية متخصصة ورصينة ومتنوعة تسهم في دعم سياسات الدولة المصرية والعالم أجمع والمتعلقة بمواجهة التطرف والإرهاب والمساهمة في تحقيق رؤية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله في المواجهة الشاملة للتطرف والإرهاب، وكذلك العمل على تجديد الخطاب الديني.